لانه معانا المهندس احمد مجاهد له حق الرد في وجود سيادتك. باشمهندس اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا احمد، ايه ازيك؟ معانا الاستاذ جمال علام طبعا. وبيقول انه يعني في 600 مليون جنيه ولازم تتسدد وغرامات والمش عارف الهداف وغيره، ايه رد سيادتك يا فندم على هذا الكلام؟ مشروع الهدف. اولا بس على الاستاذ جمال، دي نمره واحد. نمره اثنين، حضرتك احنا الاتحاد ده طول ما هو شغال حضرتك في مركز المنتخبات اللي موجود عندنا المساحات الحاده تسدد 120 مليون جنيه قيمه المساحات والتسعير اللي اتعملت. محدش قال ان الاتحاد اللي كان قبل كده هو اللي كان مثلا تعاقد. الاتحاد الموجود يتحمل كل التبعات. الفكره كلها ان لما تسلم المجلس الاداره الحالي هو ما جاش ما عادش مع اللجنه اللي كانت قبليه. سلم منها الاتحاد، عارف الاتحاد ده ليه ايه بره وعليه ايه وايه الالتزامات اللي موجوده. مسائل كلمه الحجه دايما ان احنا اصلا في شروط. انا عايز حضرتك احمد بيه، انا عايز حضرتك تتحرك من المكان اللي حضرتك فيه لانه التليفون مش واضح. انا عايز جمال بيه يسمعنا والناس كمان يسمعوا لانه هنا تمام في كلام. ايوه احنا الموضوع احنا مش بنفضل يا استاذ احمد المداخله والملازمه ما بين الاتحادين. لا خالص، كل التقدير والاحترام لكل الشخصيات. الاتحاد اللي بيجي يستلم، لا معلش هنا نقطه نظام بس. احمد بيه، انت طلعت قلت الناس دي كده لو مش عارف ايه فيها فشل تمشي. انت عارف جمال علام اشتغلت معاه؟ لا انا فاشل ولا شغال؟ ما سمعتش واضح ان حد حكى لك ولا انا حضرتك كلام محدد جدا. انا بتكلم فيما يخص الجوائز. الكلام كان على الحوار بتاع ما يخص جوائز النادي الاهلي التحديد. انا قلت حصل خطا بالاتحاد قولا واحدا، حصل خطا بالاتحاد في 2019. طب يا احمد بيه، بس انت تمشي ليه السنه اللي فاتت يا فندم؟ قدمت على فكره. ما تمشيش السنه اللي فاتت. قدمنا يا فندم وخدنا بالفعل تنظيم تحت 20 سنه، والمغرب كان المغرب قدمها تحت 20 ومكتبه لنهائي دوري الابطال. لا انا بتكلم على دوري الابطال. دوري الابطال قدمنا يا استاذ جمال، احنا كنا منظمين السنه اللي قبلها. ما خدناش ليه دوري الابطال السنه اللي فاتت؟ انا هرد على سعد جمال بيه هستاذن حضرتك معانا لحد ما احمد بيه خلص، وبعدين كل اللي حضرتك عايز تقوله قوله له، انا عايزه يرد وحضرتك تعقب وبعدين نرد. يعني كل واحد ياخد فرصته. اتفضل باشمهندس احمد. احنا قدمنا السنه اللي فاتت بالفعل على اربع حاجات: الافريقي، على دوري الابطال، على البطوله المؤهله لكاس العالم تحت 20 سنه اللي هتنظم السنه الجايه ان شاء الله، على دوري اول نسخه لدوري الابطال للكره النسائيه والجمعيه العموميه للاتحاد الافريقي. حصل تنسيق. الاتحاد المغربي كان مقدم على دوري الابطال وعلى تحت 20 سنه، في فريق خلاص في النهائي قبل التصويت، كان في فريق من المغرب. انا مش سامع حاجه يا احمد بيه. احمد بيه معلش مهندس احمد مجاهد، انا مش سامع حاجه والله. التليفون معلش، المكان اللي حضرتك فيه مشكله. كده انت سامعني يا احمد بيه؟ ايوه كده سامع حضرتك. بقول لحضرتك احنا السنه اللي فاتت قدمنا على اربع منافسات. قدمنا على دوري الابطال، قدمنا على دوري ابطال الكره النسائيه، قدمنا على بطوله تحت 20 سنه المؤهله لكاس العالم اللي هتتلعب في مصر السنه الجايه ان شاء الله. وقدمنا على الجمعيه العموميه. بالفعل خدنا ثلاث حاجات. المغرب كان مقدم على تحت 20 سنه المؤهل لكاس العالم، وكانوا مقدمين على نهائي دوري الابطال. لما كنا السنه اللي قبلها احنا اللي منظمين دوري الابطال وما كانش في فريق من المغرب في المباراه النهائيه، تم التنسيق. احنا هم ما كملوش في تحت 20 سنه، واحنا سيبنا نهائي دوري الابطال اللي اتلعب فيه الاهلي وكايزر شيف بالفعل في المغرب، واحنا نظمنا اللي احنا خدنا تنظيم بطوله 20 سنه. خدنا تنظيم بس ليه؟ يعني ملاحظه بس، يعني ايه احنا سيبنا؟ يعني يا فندم ما هو حضرتك انت لما تقدم استاذ جمال، عشان يعني ايه لما تقدم تمسك ايه لما تقدم لما بتقدم يعني ايه اقدم واسيبه؟ يعني انا اقدم وانفذه. حضرتك الكلام، حضرتك انت لما تقدم ان شاء الله في السنين الجايه تقدم على بطوله واثنين وثلاثه، في بطولات انت بتكمل. لا مش انا معايا الكابتن، بس ثواني بقى، انا معايا الكابتن هاني في الاتحاد الافريقي، هو اللي يقول لنا يقول ايه ان البطولات اللي ممكن تخش مصر تنظمها. انا مش عايز في كل البطولات وفي الاخر مصر ما تنظمش ولا بطوله. يا استاذ جمال حضرتك الكلام ده بيتم بالتنسيق. احنا كنا منظمين بطوله 20، بالتنسيق تمام. قدمنا على بطوله 21، ما كانش في فريق في المغرب في المباراه النهائيه. احنا خدنا بطوله 20 سنه، المغرب ما كملش بطوله 20 سنه اللي هي رحل مؤهلا ان شاء الله لكاس العالم، وتأول نسخه دوري ابطال الكره النسائيه. هم نظموا المباراه النهائيه واحنا كنا منظمين السنه اللي قبلها. اللي حصل السنه توزيع احمد بيه،
التوزيع دي كانت كانت توزعت السنه دي زي ما توزعت كده. بس يا فندم انت ما قدمتش اصلا عشان تدخل في التوزيع يا بيه. انا حتى لو ما بقول لك انا وانا قلت انا قدمت. مين اللي كان واقي يقدم؟ قال انه جمال بيه مش واقي. وانا قلت لك انا قدمت للاتحاد طبعا. الاتحاد ليه جمال بيه؟ هو ده السؤال الراي العام كله. ليه ما قدمناش احنا كاتحاد؟ ليه ما قدمناش؟ ليه ما قدمناش؟ تمام صح يا احمد بيه. احنا اللي اتقال ان النادي هو اللي بيطلب تمام. يعني ايه اللي مين اللي قال يا فندم في لائحه ما فيش ولا هي بالبركه؟ ثواني يا احمد بيه. بيراميدز ساعت عايز ينظر الموضوع الهداوه. احنا احمد بيه كلمه طيب خلينا نسمع بعض. نسمع بعض احمد بيه مجاهد. احمد بيه مجاهد خلي معايا جمال بيه اتفضل. ليه ما قدمناش يا فندم كاتحاد؟ مين بقول لك اللي يتقدم؟ اللي يتقدم بيراميدز عايز ينظر. اعرف حضرتك الجواب موجود للاتحادات ومدي ميعاد اخير للاتحادات للطلب التنظيمي اللي هو 28 فبراير. فحضرتك من غير مبرر على فكره. هو احنا مش دلوقتي احنا مش مختلفين. انا بقول ان الاتحاد حصل خطا بعدم التنظيم. لا لا احنا مختلفين. احنا مختلفين في حاجه واحده يا احمد ديه. لا مختلفين يا احمد ديه. عارف ايه مختلفين في حاجه واحده بس؟ ان انت عايز تقول مش انا وده يقول مش انا. احنا مش بنقول. لا انا لو عندي لا لا عندي جوه يا جمال بيه. دي مسؤوليتكم يا فندم. دي مسؤوليتكم. مسؤولية الاتحاد. التقديم ده مسؤولية الاتحاد مش النادي. الاتحاد يا احمد بيه ثواني. يا احمد بيه انا لو عندي خطا واتفهم خطا داخلي انا هحاسب المسؤول. لا عند حضرتك مصيبه مش خطا. مصيبه. انا بقول لك اللي موجود داخلي مصيبه مش خطا. اي حد جوه هيتحاسب. انت ضيعت حضراتكم. ضيعتوا التنظيم على مصر مش على الاهلي. على مصر. اتفضل يا احمد بيه. احمد مجاهد اخويا الصغير. هو عارف ان جمال لما بيحصل من حد خطا ما بيسيبوش. نعم. طيب ماشي. فين المشكله في كده؟ انا ما ايوه كده المجاهد قال كده. انا عندكم المشكله عندكم في الاتحاد. تسمح لي احمد بيه في لجنه بقى. دلوقتي يا احمد بيه انا قلت لك في لجنه من وزاره الشباب والرياضه بتحقق في الموضوع. تتقصى. انا مش جيت تحقيق. نعم. انا جاي التحقيقيه دي من الوزاره. هتقول لي فلان ده غلطان مش هسيبه. هتعمل له ايه يعني؟ ربنا سهل ساعتها. ربنا سهل. هل الجواب معلش احمد بيه مجاهد خلي حضرتك معايا. هل الجواب اتعرض على حضرتك جمال بيه ولا لا الاول لجام الاتحاد الافريقي؟ ماشي. في لجنه دلوقتي بدل ما اقول كلمه لا تطلع اللجنه. انا بسال سؤال. لا اللجنه يا احمد بيه ده ادام في تحقيق من الوزاره انا ملتزم بالتحقيق بس. واعرف فين الخطا. لا حضرتك عارف بالجواب ولا مش عارف؟ طيب انا هعرف الخطا فين يا احمد بيه. انا عايز اعرف الخطا فين بس. لا حضرتك ما عرفتش بالجواب لما جه اصلا ولا عرفت يا احمد بيه؟ انت كده هتعترض على اللجنه اللي هتحقق. لا انا مش هقول حاجه غير لما اللجنه تخلص التحقيق. طب حضرتك لما مضيت لما وقعت على جواب اللي بعته له وزير الشباب والرياضه ده في شهر 4 وانا ماضي. واحمد بيه عارف لما بكتب جواب بترخه بالتاريخ اللي طالع من عندي. صحيح. انا ما بمضيش كده عايب. نعم. بمضي بتاريخ انا عارف انا بمضي ايه. بمضي عشان اقول ان النهارده انا مضيت. اسمح لي يا احمد بيه. نعم. بص يا فندم. نعم. اول حاجه معلش يا ابو عمرو معلش يا استاذ جمال انا اختلف مع حضرتك ان انا في الاتحاد. انت حضرتك رئيس الاتحاد احنا اشتغلنا مع بعض قبل كده. حضرتك لما يكون في خطا في الاتحاد انا مش مستني لجنه من الخارج هي اللي تيجي تحقق. انا لازم ابقى عارف جوه. انا عارف ايه اللي موجود. انا رئيس الاتحاد يا فندم مش مستني الوزاره تعمل لجنه وانا من شهر ابريل لسه بعمل لجنه النهارده. ماشي. انت المفترض حضرتك تاخد القرار يا احمد بيه. انا بقول لك انا ملتزم بحاجه معينه عشان انا عارف انا ملتزم بايه. انا ملتزم بحاجه مع وزير الشباب والرياضه دلوقتي بيحقق. عظيم. الخطا ده بيتحمله واحد ولا تحمله انه كمجلس كلي؟ يبقى انا كده حققت وخلصت. لا ما انا لما اقول لك دلوقتي يبقى انا حققت وخلصت. لا معلش انا اسف. معلش انا عايز بس الاتحاد النهارده. لا معلش الاتحاد لما يبقى في خطا زي كده او مشكله كبيره زي كده عامله حاجه سيئه جدا في المجتمع عامله راي عام سلبي جدا علينا كلنا. لما يبقى حاجه زي كده انا كاتحاد اخطانا سلام عليكم ولا بحمل موظف صغير او غيره المسؤوليه؟ لا 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 اتحمل. انا مش طبيعتي احمل موظف صغير. لا مش طبيعتي. لا مش طبيعتي. انا كل واحد مسؤول عن حاجته. لا ابقى عندي شجاعه اطلع اعترف ان احنا اخطانا وسلام عليكم. لو انا اخطات هطلع اقول لك انا اخطات. انا ما عنديش مشكله اتحمل المسؤوليه. هطلع لو انا اخطات هطلع اقول لك انا اخطات. لا وحضرتك تتحمل المسؤوليه؟ ايوه طبعا. وانا لو طلعت هقول لك انا غلطان. وبعدين لو انا اخطات بقول لك لو انا اخطات هقول لك انا اخطات. بس انا ما اخطات. انا رئيس الاتحاد
ما هو انا رئيس الاتحاد، انا لو مسؤول في مكان وحصل خطا. انت دلوقتي كانك انا في، معلش انا بقول لك في حاجات ليها تبعيات براجعها دلوقتي مع اللجنه اللي جايه. انا اللجنه اللي جايه بتراجع على حاجات كتيره معايا، عايزه تراجع على حاجات كتيره. بعد ما تخلص اللجنه كل حاجه هيبان كل حاجه. طيب وانا قلت يوم الخميس ان في حاجات كتيره هتطلع، في قرارات كتيره هتطلع. نعم بس قرارات كتير على البيان اللي طلعت، قلت لك الخميس. نعم. ليه قلت الخميس؟ انا شايل هم فرقه هناك. نعم انا عارف الفرقه دلوقتي رايحه مش اساسيين، وعارف ايه هيحصل ايه مع الفرقه، بس في الاخر انا عايز دعم للفرقه. الفرقه يرجعوا بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب خلي حضرتك مع المهندس احمد مجاهد، اتفضل قبل ما نختم. واشكرك الاول بس توضيح. انا قلت لحضرتك والكلام ده واضح ان حتى حكى يمكن الاستاذ جمال ما سمعش بنفسه. انا قلت كل التقدير والاحترام للاشخاص، مظبوط، لكن حصل خطا داخل الاتحاد، مليون في المية حصل خطا داخل الاتحاد. نعم. المسؤوليه تضامنيه للمجلس طبعا. حضرتك المساله احنا حاولنا كتير جدا جدا جدا، انا حاولت اتصل اكتر من مره بالاستاذ جمال، واحنا قلنا كمساعد احنا عندنا استعداد كامل ان احنا نمد ايدينا ونساعد. محدش فارق معاه حاجه في اللي جاي. بس انا من يوم ما مشيت من الاتحاد وبسمع كلام كتير جدا، اصل جينا احمد فضل الاتحاد قبل ما نمشي، انا ما رحتش بشتري ارض على حسابي حضرتك عشان خاطر في التزامات، في التزامات المنتخب الاول، في التزامات الحكام، في التزامات للجهات المتعاقده مع الاتحاد في مركز المنتخبات وخلافه. انا ما جيتش قلت ان الاستاذ عمرو الجناني المحترم والساده اللجنه الخماسيه مثلا هم اللي راحوا اتفقوا على المساحات، فانا جيت دفعتها. انا لم اتنصل من المسؤوليه. الاتحاد ده مؤسسه، اي حد بيجي بيستلم من اللي قبله وبيكمل. هو بس اللي حصل ان ما حصلش اصلا تسليم وتسلم من المجموعه اللي كانت موجوده. لكن مساله عشان ما نسطحش المساله، محدش بيقول ان المساله مجرد مباراه، هي الفكره في الصوره اللي حصلت او الشكل ان فيه. والاستاذ جمال عارف الكلام ده كويس، هو كان موجود في المجلس الرئيس الاتحاد لما تعاقدنا مع مستر ريستو كوفر كمدرب للمنتخب ومدير فني للمنتخب ووصلنا كاس العالم. لكن اللي موجود دلوقتي واللي بيحصل دلوقتي، لما انا بقول لك كلام عام على اللي بيحصل في المنتخب انه غير مرضي، وما اظنش ان حتى الاستاذ جمال بنفسه راضي عن هذا الكلام اللي بيحصل. وارد يكون المجموعه مش هي اللي اختارت بعض، وارد يكون التوليفه اللي كانت موجوده ما هياش في يعني كانوا متوافقين، حتى لو هم كانوا على المستوى الافراد متميزين. موضوع النادي الاهلي او موضوع النهائي الافريقي، التعامل معه كان من الاول خطا، عدم الاعلان والشفافيه. خلاص احنا جالنا جواب يا جماعه وما قدمناش، او فات علينا التوقيت. ده كان سهل جدا ان احنا نقوله من اول يوم. بحيي حضرتك على الشفافيه دي كمان، كويس. من غير ما نحاول ان احنا نسوف ونضيع. طول ما اتحاد الكره شغال وارد جدا يحصل ظروفات، وارد يحصل اخطاء، لكن في ملفات بتبقى مهمه وكبيره محتاجه تركيز، ومحتاجه ان يكون طبيعي جدا ان رئيس الاتحاد، خاصه انه متواجد الاستاذ جمال مش من اللي عنده يعني اشغال وموجود بره، هو متواجد في غالبيه الوقت، محتاج ان يكون على درايه بكل الامور اللي بتحصل دقيقه بدقيقه. احنا مش مستنيين ان الوزاره، مع احترامنا الكامل طبعا الوزاره حقها كامل، لكن ان حد يجي يحقق لنا. الموضوع بسيط جدا، وصل جواب يوم 19، كانت المهله لحد 28. لم يتم التحرك. لما حصل تحرك، وعلى فكره الاستاذ جمال لما مضى يوم 14/4 عايز يقول انا ما شفتوش الا في ابريل، هو انا الجواب ده انا شفته في ابريل. فكان الموضوع ان هو بشهر 4، رغم ان الميعاد النهائي في 28 فبراير، كان المفروض انه يرفق الجواب اللي جاي من الاتحاد الافريقي كمان. لا معلش يا باشمهندس، حضرتك بتقول انه امضاء يوم 14 معناها ما شافوش الا اليوم ده. لا انا بقول لك، هو نفسه قال دلوقتي، هو بيتكلم قال انت عارفني كويس، انا بأرخ الجواب لما امضي. معناه ان هو بيقول انا يوم 14 بقول هذا الكلام، رغم ان الميعاد النهائي كان 28 فبراير. واضح طبعا ممكن يكون في حاجات ما بين السطور داخل الاتحاد. مين اللي خبى يا جمال بيه؟ انا ما اعرفش مين خبى. جمال بيه، انا بسال جمال بيه مش حضرتك يا احمد بيه. انا قلت لك مش هتكلم في حاجه دلوقتي، انا مش هتكلم في حاجه دلوقتي. مفيش حاجه اسمها خبى ومش هتكلم في حاجه دلوقتي احمد بيه. طيب كمل احمد بيه مجاهد قبل ما كمان نشكر جمال بيه. كمان جمال ان كان برضه عايز اقول لاحمد بيه، برضه في حاجه، ان في يوم ما اتعملت شروط المسابقه، وانت عارف يا احمد ان انا برضه عارف مسابقات كويس قوي. تمام. اتعملت شروط المسابقه ومعروض فيها دي، ومعروض فيها مباراه واحده كله عارف. دوله محايده، مكتوبه كده في شروط، دوله محايده. لا ثلاث سنين دوله، ما قالش محايده. لا محايده، انا مش مكتوب محايده. ماشي حضرتك كان الجواب كان مضمون النهارده. لا لو محايدة تفرق، هنشوفها. احدى الدول مكتوب احدى الدول. ايوه مش مكتبش محايدة. نعم. لكن هي بدليل انها لما مصر نظمت، شعار الفيفا ايه يا احمد بيه؟ شعار الفيفا ايه؟
شعار الفيفا ايه ولا شعاره ايه؟ لا شعاره ايه مش عارف. شعاره ايه؟ الفير بلاي. ايه؟ صح؟ انت حضرتك بص يا استاذ جمال، حضرتك هو انت انا بقول لك شعار الفيفا ايه؟ الفير بلاي. مثال بس، انا هدي لحضرتك مثال. هو النهارده لما تيجي في اوروبا مثلا يعملوا نهائي في فرنسا في مدريد، ويجي ريال مدريد يلعب في النهائي نلوه؟ انا ما حددتش ليه الاتحاد الافريقي، ثواني يا احمد بيه، ما حددتش ليه الاتحاد الافريقي المباراه من اول يوم، ما حددتش ليه الاتحاد الافريقي المباراه من بعد الدور ال 16، ما حددتش ليه الاتحاد الافريقي المباراه من بعد دور ال 4، ما حددتش ليه خلاها لما وصلوا للاثنين. انا ما بدافعش، انا مش طالع الاثنين، طلع وراح مطلع المغرب يا احمد بيه. انا مش طالع، انا مش طالع دافع الاتحاد الافريقي. 28 فبراير لما الجواب ده جه الاول 19 يناير انا ماليش دعوه. بص يا احمد، انا انت بتكلمني دلوقتي كلام كراجل بتاع مسابقات، المسابقات ما تحددتش ليه اليوم المباراه اللي احنا اول يوم سبق انها مباراه واحده. الدول اللي تقدمت ليه ما حددتش المغرب من الدور ال 14 من دور ال 16؟ ليه ما حددتش من دور الثمانية؟ تقدر تساله لما حصل السؤال ده والنادي الاهلي راح المحكمة الرياضية؟ انا بسأل سؤال واحد بكلمك انت كراجل. انا برد على مسؤول. ليه ما حددتش في الدور الثمانية ولا ال 16 ولا الدور ال 4؟ فندم مش معنى بعد ما المغرب والاهلي اتعرف ان هم اللي هيصعدوا، ليه ما تحددش المباراة اتحدد هنا؟ انا مش مختلف مع حضرتك بس هقول لك حاجة تاني غريبة، هقول لك حاجة تانية وارجع ادور عليه ليه؟ بس هقول لك حاجة تانية يا احمد بيه، النادي الاهلي بعد ما عرف ان خلاص وصل للنهائي تمام، هيوصل قرب يعني تمام، بعد ما فاز 4 وخلاص الوداد وصل والسنغالي انسحبت، الاهلي برضه بعت قال انا يا جماعه اذا كان كده نظموا لي البطوله، بعت من الاتحاد الافريقي قبل ما يعلن المغرب، ما خدش ليه العرضين يا احمد بيه؟ انا مش عايز اتكلم، احنا في حاجات عندنا في حاجات لازم تتوضح صح. الاتحاد الافريقي اتعامل مع الموضوع مش فير بلاي تمام، بس وانا دوري ايه هنا؟ اقول اكتر بكده. طيب وانا دوري ايه وانا لما اتعامل بهذه الطريقه؟ انا دوري ايه؟ انا كاتحاد بدافع عن بلدي، ما انا ده حقوقي، حقوق انا بدافع عن مصر يعني يعني انا مطلوب مني انا بدافع عنه تمام. احنا عملنا ايه؟ احنا بعتنا له وبعتنا للاتحاد الدولي يا احمد إيه؟ انا بقول لك بعتنا للاتحاد الدولي ان الاتحاد الافريقي اتعامل في الموضوع ده بالذات مش فيرس. استاذ جمال، استاذ جمال، احمد بيه اتفضل. حضرتك انت احمد بيه هتدافع عند يا احمد حد يا احمد بيه مجاهد، انا باكد لك اهو يعني. بس احمد بيه يا احمد بيه مجاهد، انت هتدافع على الاتحاد الافريقي ولا هتدافع على الاتحاد المصري؟ لا خالص انا ما بدافعش على حد، بالعكس الاتحاد الافريقي على فكره اغلب اعضائه بعد اذنك. لا ما تدافعش على الاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي لو التزم بخروج الماتش من الجوله المنظمه من اول يوم كان خلاص الناس كلها هتقتنع. المغرب ولا المغرب؟ الاتحاد الافريقي هو الشغل الصح. بص يا فندم، الاتحاد الافريقي كل الناس عارفه، الاهلي والمغرب كل الناس عارفه في الاتحاد الافريقي ان التاخير في اعلان ان المغرب هو المستضيف كان خطا واضحا، عشان بس ما نقيم من مين بقى؟ انا ما بتكلمش على الاتحاد الافريقي خالص، انا بتكلم ان انا ايوه خطا واضح ارميه وارجع ادور عليه ليه؟ من مين يا مين يا احمد بيه؟ خطا واضح. انا بتكلم عن الاتحاد الافريقي في مساله اعلان المباراه متاخرا ده لا، وبعد كده لما النهارده انسحب منه عرض ثاني، انسحب منه العرض السنغالي، الفير بلاي بيقول له وانا هدافع، وانا هدافع انا عن السنغال ازاي بعد يعني؟ قال النهارده الشاكي اللي لا 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 عشان مباراه المنتخب اروح ادافع عن عرضه. منصف، خليك منصف على في الصح. الاهلي الظلم الظلم لاني الاتجاه كان المغرب، خلاص راح المغرب راح المغرب يا احمد بيه، كان في ناس لازم تدافع على جوه الاتحاد الافريقي على الاهلي. مين لازم يبقى الاهلي يا جمال بيه؟ مين اللي كان ممكن يدافع؟ يعني انا اقول ايه؟ اقول المغرب اللي مقدمه لوحدها، اقول ايه؟ مفيش حاجه اسمها مباراه واحده تتلعب، ان العرض عندي عرضين. انت بتقول انت بتاع مسابقات، انت حضرتك بتقول انت بتاع مسابقات واللائحه مولانا بقى لك اعلن من الاول، اعلن من اول البطوله ان انا هلعب في السنغال، اعلن من اول البطوله. كلام حضرتك صح ان الاتحاد الافريقي ظلم النادي الاهلي مع حضرتك كلنا متفقين على ده، لكن النهارده انا مفيش خلاف. الاتحاد الافريقي قول الاتحاد المصري ما نظمش، والاتحاد الافريقي هو كلب مكيالين مش مكيال واحد يا احمد بيه. نعم لا كلب مكيالين هو اللي عايزه، هو بأسني على هذا الكلام. نعم هو اللي عايز ايه؟ هو عايز يودي المغرب، ما يودي المغرب، يقول انا عايز اودي المغرب في الاول. نعم كلنا مش مختلفين مع اللي بتقوله ده. طيب خلاص يا احمد بيه، لكن اللي اتقال النهارده كله لا، الاتحاد المصري والغلطان يا سيدي، احنا ما نظمناش، انت ولا حد مصر طلب ولا حد مصر هتطلب. استاذ جمال انت لما انت بقى الصح اعلن من اول يوم بس. لا لو انا كمان
تقدمت بطلب هيبقى الاتحاد الافريقي مش ممكن، يبقى انا عنده كان عنده السنه اللي فاتت. لا برضه كان هيشيل طلبك يا احمد بيه. يا احمد بيه يا استاذ احمد، انت مش مجرد انك انت هتقدم يعني معناها هتنظم، لا انت بتقدم وهو بعد كده بيقول انا اودي فين. لا ما هنا ما هنا لما يلاقي مصر والمغرب والفريقين مصر والمغرب هيعمل يا ايه؟ انا عايز اقول لك في حاجه تاني في نيجيريا قدمت تمام، قدمت على الاثنين، اشمعني شالوا لها البطوله الابطال الافريقيه؟ لانها لم تكمل الملف في دوري الابطال. اشمعني اكملته في واحد بس والتاني لا؟ ايوه ماشي. هي يعني ايه؟ ما هي المرحله الافريقيه نيجيريا، ما هي على واحد. لا طب ما جنوب افريقيا على واحد كمان، جنوب افريقيا كمان قدمت ولم تكمل الملف. ماشي دي خلاص، لكن واحده اخد واحده اقول لك لا كملت ملفه وما كملتش الثانيه. يا جمال بيه علام، يا جمال بيه ايه اللي حصل في هذه المواءمات والملف والمباراه روح بس كده كده إيه اللي حصل؟ انا بقى من دي مش هتكلم فيها. ليه؟ بس انا لو في اجتماع اتحاد هو حرام هتكلم في الكلام ده. ايوه ليه هو حرام يا فندم؟ في شفافيه قدام الراي العام. طالما حضرتك رئيس الاتحاد المصري هروح اسال مين؟ انا اسال الاتحاد الافريقي؟ اسال حضرتك، حضرتك اللي بتقول. أيوة يبقى وضح للراي العام ايه اللي حصل. ما انا بقول لك انا كلمت اهو، انا ما كنتش عايز اتكلم يا احمد بيه. ليه النهارده تقول اتحادي اتحادي اتحادي؟ انت بتوصلني للاتحادي بس. طب ما تقول فين فين الشغل اللي بره الصح اللي اتعمل؟ انت ليه بتظلم اتحادك بس؟ انت ليه اتحادك بس الغلطان؟ هو اتحادك الغلطان؟ اتحادك غلطان؟ في حد على الاتحاد المصري؟ ده شغل لا في حد في الكوره هنا اعلى من حضرتك؟ في لا ما انا بقول لك خلي حاجه تتعمل غلط في المره اللي جايه. انا بقول لك خلي حاجه تتعمل غلط المره اللي جايه في الاتحاد الافريقي. ما احنا عايزين عشان ما يتكررش. المره الجايه احمد بيه خلاص المباراه تبقى ذهاب وعوده. اشمعني المره دي خدها المره الجايه؟ عشان عارف ماشي مع حضرتك، عشان حضرتك تعرف ليه مش هتسيبهم يا احمد. يا احمد يا احمد يا احمد يا احمد مجاهد، احمد اخويا احمد مجاهد. اتفضل. انا مش هسيب حاجه للانديه المصريه، اقسم بالله ما هسيبها يا جمال بيه بصراحه. ثانيه واحده، احمد ديم جاهد. احمد ديم جاهد اللي معاهم يقول لك جمال غلط في الاتحاد. احمد ديم جاهد ثانيه واحده يا جمال بيه علام، ليه الكلام ده وهاني ابو ريده رئيس الاتحاد ما كانش بيحصل معاه كده؟ لا سؤال انا بقول لحضرتك جاوب يا فندم. قول لي هاني ابو ريده رئيس الاتحاد مصر كره القدم كان ممكن حد يلعب معاه اللعب ده؟ حضرتك احنا لحد السنه اللي فاتت دي منظمين واخدين حق تنظيم حتى بطوله ال 20 المؤهله لكاس العالم اللي احنا ما تاهلناش فيها من 2013 تمام، وكان واخدين قبل كده تنظيم تحت 23 اللي ودتنا الاولمبياد وكاس الامم الافريقيه 2014 والنهائي في 2020. كل الكلام ده اللي موجودين لما كان بيجي حاجه في الاتحاد كان بيحصل تنسيق سريع سواء مع الاتحادات الخارجيه او الاتحاد الافريقي او الجهات المعنيه طبعا. يا يا, يا 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 احمد بيه انا بسال جمال بيه علام، ليه ده ما كانش بيحصل وهاني ابو ريده رئيس اتحاد مصر لكره القدم؟ ليه؟ جاوبني يا فندم. انا ولا هو؟ لا حضرتك. انا ما اعرفش اجاوب اقول ايه. لا تعرف انا ما اعرفش اجاوب اقول ايه. ما هنا بقى هاني ابو ريده موجود رئيس الاتحاد كان حد يلعب معانا اللعب اللي حصل ده في المباراه؟ بس ما تسالنيش السؤال ده. لا اسال واسال مين؟ انا بقول لك انا بسال حضرتك الموجود دلوقتي رئيس الاتحاد مش حد تاني. ما هو المشكله حصلت وحضرتك موجود يا فندم. المشكله حصلت وحضرتك رئيس الاتحاد. احمد بيه لا ثانيه واحده، احمد بيه مجاهد لو سمحت. اسف معلش انا بتكلم جميل بيه علام دلوقتي. يا احمد باشا يا احمد بيه يا احمد باشا تمام، عايز اقول لك حاجه. انا قلت لك انا وضحت اللي عندي تمام، وبقول لك الاتحاد الافريقي اخطا 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 في حاجة ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية اللي هو بيعمل مسابقة يعلن عنها من فين من أول مرة تمام، لو هيعمل مباراة واحدة يعلنها من أول مرة فين هتتعمل. لو هو عايز يعمل برضه الفير بلاي لغاية ما وصل لغاية قبل الدور النهائي 16 ل 14 ال 8 يعلن عن الدولة. النهاردة دولة انسحبت السنغال، إحنا الأهلي بعت لي خش مكان السنغال، بعتنا للاتحاد الأفريقي مكان السنغال. ما تكلمني ما تبعت لي، لكن لا خد القرار خلاص قال لك قرار. ومره سمعنا ان هو كان في تصويت 13 ل 3، ومره سمعنا لا ما خدوش تصويت. لا ده في حاجه غلط، في حاجه في الاتحاد الافريقي غلط. لكن النهارده احنا كلنا قاعدين نقول الاتحاد المصري جايين علينا على نفسنا بس يا فندم. احنا عايزين نساعد، عايزين نساعد الاتحاد المصري ونساعد بلدنا. انا بقول لك انا هساعدني، انا بقول لك هطالب في الاتحاد ايه الغلط؟ ايوه هطالب بايه؟ تعملها. هطالب بايه؟ اتفضل. مش هسيب حاجة جوه الاتحاد الافريقي، هطالب في كل حاجة في الاتحاد الافريقي، حتى موظفين اللي طردوهم في الاتحاد الافريقي، لازم نطالب، لازم يكون في ناس جوه الاتحاد الافريقي. طردوا موظفينا كمان؟ احنا قاعدين فاضيين كده بره. طردوا موظفينا؟ ايوه هات الموظفين، دور على الموظفين المطردين عندهم.
كم واحد؟ يعني الـ الـ الاخ عمرو شاهين اللي موجود في النادي الاهلي ما كان في الاتحاد الافريقي. اه. اللي مشاه في الاتحاد الافريقي مش بمزاجه؟ اساله. نعم. يعني ابن مصطفى ما تساله الله يرحمه. نعم. اللي مشاه؟ نعم. وكم ناس كتيرة. نعم. كم ناس كتيرة؟ ايه اللي مشاهم؟ نعم. جمال علامة بتاع رئيس الاتحاد المصري؟ نعم. لا طبعا. عملتوا ايه طيب لما حضرتك اتحركنا ازاي من الاتحاد الافريقي؟ ايه الاجراءات؟ انا ما اعرفش لسه دول. انا جي الناس دي كلها مشيت يا احمد. بص ده عندهم نظام. نظام ماشي ده وخلاص. انا خلاص ناس كتيرة قاعدة غير الاتحاد المصري. واحنا عملنا ايه لما مشينا اصحاب الخبرات في الاتحاد المصري يا استاذ كمال؟ لما الاستاذ فوزي غانم اللي احنا كلنا اتعلمنا منه مشي وقعد في البيت. لما الاستاذ سيد بخيت مشي. لما الاستاذ حسين حلمي مشي. لما الاستاذ اسامه اسماعيل القيمه والقامه مشي. لما الاستاذ محمد لما المهندس محمد عباده ايوه مشي. ايوه دي لما دي شغل اداره جوه. احنا بننظم لكن مش الشباب مصر يا احمد بيه. احنا كده في مصر مع بعضين احنا حرين ننظم جوه. لكن انا لما يجيني الاتحاد الافريقي في بلدي ومفيش حد مصري. مين قال مفيش حد مصري؟ لما يجيني الاتحاد الافريقي في بلدي ومشي الناس المصريين. ايوه حضرتك انا بتكلم على الاتحاد المصري. حط لي نسبه في الاتحاد الافريقي يا احمد. قال لي نسبه في الاتحاد الافريقي ويمثلها موظفين من مصر. استاذ جمال هو الموظفين المصريين ليش من الاتحاد المصري ليه طيب؟ حط لي 5% من مصر في 6-7 تكون موجوده في 6-7 رافعين قضايا فصلت عليها. لكن انا بمشي الناس اللي من الاتحاد الافريقي. شوف الشرباجي اللي كان ماسك الشؤون الماليه راح فين؟ ما اعرفش اسمه ايه. شوف الناس اللي كانت ماسكه عندك في الاتحاد الافريقي المصري. ايوه الاتحاد الافريقي مشي ليه؟ هو انا ليا كوته في مصر؟ ليا كوته من الاتحاد الافريقي ولا ماليش كوته؟ احنا يا استاذ جمال احنا الناس بتوعنا احنا بص احنا مش عارف نكلم بعض على الهواء. مش عارف نتكلم بعض. لكن في حاجات في الاتحاد الافريقي لازم تتراجع. وانا دلوقتي بقول برضه وزير السيد وزير الشباب والرياضه يقعد مع رئيس الاتحاد الافريقي وشوف كمان وضعنا وضع الموظفين المصريين يبقى موجودين فين. الناس اللي راحت حقوق اللي اصلا وزير الشباب والرياضه عامل اتفاقيه محترمه يعني. لكن انا موظفيني عندي في الاتحاد خلاص. انا شايف احمد سكويس انا همشيه انا في الاتحاد واجيب غيره جوه بلدي. لكن اللي هيجيني مصري مكان مصري. لكن مش همشي مصر واجيب واحد من اي حته ثانيه. كان معانا يوم الاربع قال انه عامل اتفاقيه لمده 10 سنوات لما جاء الاتحاد الافريقي وكان مع اتفاقيه المقر والخارجيه طرف فيها. الخارجيه طرف فيها. ايوه فيها نسبه موظفين قد ايه في مصر؟ ايوه حضرتك اتفاقيه المقر عند السيد الوزير وعارف. ايوه فيها كم نسبه موظفين من مصر؟ الوزير عارف. ده لازم يتحط فيه نسبه والناس اللي بتمشي دي ازاي؟ طيب الخلاصه بتدخلني انا. بص يا احمد فضل. انا مش عايز اتكلم عشان اريحنا. انا مش عايز اتكلم. انا جيت على وضع وعمري ما قلت لا مجلس قبلي وحش ولا اللي قبليه وحش ولا حد فينا عمره قال كده. انا ما بتكلمش خالص ولا حد ده ولا حد كذا ولا كذا ولا ما بتكلمش على اي حد. لكن ما ينفعش يتقال على مجلس الاداره اللي احنا موجودين فيه ده لا مجلس مش عارف يدير. لا عارف يدير. لكن الناس مش عايزانا ان احنا نمشي وحدينا. احنا نمشي ما عندناش مشكله خالص. ده قرار هيبقى لو حصل تحقيقات وتم الاعلان عنها من جانب الدكتور اشرف صبحي. بالظبط بالظبط بالظبط. يعني لو طلع قرار الناس مش عايزين ان انا امشي وحدي. انا اقول سلام عليكم والناس اللي معايا ناس محترمه هتمشي برضه وتقول مع السلامه عليكم. لكن ما يبقاش في عقبات بتتحط لنا عشان احنا بقى محدش يا جمال بيه. محدش بيعمل عقبات يا فندم يا احمد بيه. محدش بيحط عقبات والناس عايزه تساعد. كله عايز يساعد. بس خلاص اللي عايز يساعد يساعد المجلس الحالي يا احمد بيه. اللي عايز يساعد يساعد المجلس الحالي. نعم. المجلس الحالي ليس له غرض ولا هدف ولا اي حاجه من المصلحه داخليه. كله بيعمل ولا تصفيه حسابات مع موظفين ولا حاجه. بس المصلحه العامه فقط. لا في تصفيه حسابات مع الموظفين. لا ما عنديش تصفيه حسابات. ما فيش تصفيه حسابات. في تعديل جوه الادارات احنا مسؤولين عنها. امال انا هشتغل باداره كامله. انا لما اجي في مكان اشتغل باداره فكره كامله. لا يا جمال بيه جمال بيه يعني ما معناه كده انسف مش عارف ايه يعني اي حد تبع احمد جاهد او هاني ابو ريده او كذا. لا ماليش دعوه اسماء. لا مش انا بسال سؤال. لا ماليش دعوه اسماء. لكن انسف حمامك القديم انسفه. انا عايز اعمل شغلي صح. حصل يعني حر. عايز ادخل كمبيوتر صح. عايز ادخل شباب صغير. انا حر. انا عايز اشتغل كده ولا ولا لازم مجبر اشتغل بنفس النتيجه ونفس الناس ونفس الاشخاص. انتوا عايزين تطوير ولا عايزين هو الوضع؟ لا عايزين تطوير. عايزين الوضع هو كل حاجه. بما لا يضر بمصالح لا ما 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 لا
ما تلعبليش على وتر الناس اللي هي مش والله ما بلعب على وتر. في قرار داخلي شخصيا مسؤولين. ده انا كلمتك شخصيا في الاسماء دي. الناس بتتحسب في ادارات. لا انا كلمت حضرتك شخصيا في الاسماء. وانا بقول لك لو في حد في الاداره اللي عندي مقصر اقسم بالله ما هسيبه. اقسم بالله انا بقول لك ما هسيبه لو مقصر. اصل التقديم يا جمال بيه هو التقديم للبطولات. التقديم للبطولات النتيجه الاولانيه. في ناس لكن لا بجامل وانت عارف انا ما بجاملش. ما بجاملش حد. يا احمد بيه يا استاذ جمال حضرتك انا لما باجي اقدم عشان بس ما شايلش الموظف كل حاجه مش التقديم ده بيكون بقرار مجلس اداره ولا الموظف يقدم لوحده لبطوله؟ حضرتك جاوب يا فندم. لا مش هجاوب انا قلت لحضرتك في تحقيق ماشي وانا عارف انا بحاول ايه وهو كلام عارف بيكلم هو عارف احمد بيكلم تقديم لاي بطوله عارف بيكلم واحد فاهم يا احمد بيه معلش هو احمد بيكلمني انا علشان هو عارف ان انا فاهم انا فاهم وانا عندي ورقي وعندي تحياتي لو انا مش بس نفس الوقت يا جمال بيه علان ليه ما خدتش قرار قبل ان يتحرك السيد وزير الشباب والرياضه ليه ما خدتش هذا القرار ليه ننتظر وزير الشباب والرياضه يتحرك ليه بص يا احمد بيه انت عارف دلوقتي حضرتك عرفت التفاصيل يا احمد بيه ممكن ارد على حضرتك اتفضل احنا دلوقتي بنخسر الكل ما نمشي في حته عشان نطور حاجه تحت ولما اتكلمت على الاتحاد الافريقي واللي بيحصل فيه رجعتوني تاني للجواب يا جدعان هو احنا مشكلتنا في الاتحاد ايوه مصر كلها مش هو الجواب فينا تحديد مش هو هو مشكلة مقر الجواب الجواب هيبان احنا مشكلة يعني اقول لك الاتحاد الافريقي فيه 1 2 3 4 الاتحاد الافريقي ما حصلش فيه 1 2 3 4 نرجع تاني للجواب هو الاتحاد المصري بيشتغل في جواب واحد حضرتك بتقول الكلام ده عادي يا احمد بص يا احمد الشغل ده مش بتاعي انا انت عارف تمام مش بتاع يعني عمره ما هيقول لك كلمه برضو هتريحك معلش لكن ما تزعلش مني لكن سيكون هناك قرار لحضرتك في طبعًا حاله طبعًا صدور طبعا طبعا بيان تحقيقات بقول لك تاني انا بقصد بالله المسيء هيمشي ولو ما مشيش انا اللي همشي يا بيه ما ينفعش المخطئ لازم يتحاسب بشكرك شكرا جزيلا استاذ جمال علام رئيس اتحاد مصر لكره القدم بشكرك شكرا.